بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم راح نكمل موضوع الفاريبل المتغيرات، نفتحها للإيكليبس بيئة العمل. تمام، طبعا تعرفنا إنه الجزء اللي على اليسار هو عبارة عن قائمة المشاريع، واللي على اليمين الكودينج. بالنسبة للمشروع بيحتوي على الجيديكي GRE والـ SRC اللي هو Source Package للملفات الموجودة بداخل المشروع، بداخله الباكج، وبداخل الباكج الكلاس اللي احنا موجودين فيه. هذا يسمى الكلاس واسمه Test 1. بداخل الباكج، الباكج بداخله كلاس، والكلاس بداخله كلاس المين. كلاس المين اللي تحدثنا عنه هو مفتاح التشغيل اللي بيبدأ منه تشغيل البرنامج. طيب، الجافا تسمى كيس سنسيتيف، أي بمعنى حالة الحرف. يعني الجافا تتأثر بحالة الحرف، مثلا كلمة مكتوبة بكابيتال لتر تعتبر غير عن الكلمة المكتوبة سمول. طيب، نصيحة، دائما فكر بطريقة، شوف البرنامج مثلا ايش بده منك بيانات، واعمل متغيرات لازمة لحفظ هاي البيانات. مثلا عندي برنامج لجمع عددين، فأنا محتاج متغيرين يحفظوا القيم للعددين. طيب، نكتب انتجر. لاحظ طبعا كلمة انتجر اكس مثلا، لاحظ كلمة انتجر لونها غير. طيب، بمعنى ان الكمبايلر نفهمها انها كلمة محجوز، يعني هي من الكلمات المحجوزة اللي ما بصير تستخدمها كاسم متغير. طيب، الآن تم إنشاء متغير اسمه X، فعليا راح على الذاكرة، حجز مكان فاضي وسمى X من نوع Integer، يعني بخزن فيه أرقام فقط. طيب، أعطيني مثلا Integer Y، نفس القصة، راح على الذاكرة، حجز متغير Y بحجز فيه أرقام فقط. طيب، نتحدث شوي عن شروط تسمية المتغير. طبعا ما بصير من شروط تسمية المتغير انه يكون عندي اكس مثلا في فاصلة واي، يعني سبيس كبيرة واي. طيب، لو بدي اسميه مثلا اكس واي بنشيل الفاصلة وعاد ما في اي مشكلة، او بوضع اندرسكور. كمان ما بصير بتسمية المتغير توضع الدوت، الدوت يعني اكس دوت واي، ما بصير، غلط، راح يعطيني ايرور. هي اعطاني ايرور كومبايلر، اعطاني خط احمر. طيب، اسم المتغير بينفع يكون فيه ارقام، بس ما بصير يبدا برقم، يعني مثلا اكس 10، الكومبايلر فهمها وما اعطاني اي خطا، بينما 10 اكس خطا، راح يعطيني عليها خطا الكومبايلر. طبعا ما في مشكلة لو كان عندي الاسم طويل مثل النمبر اوف، ما في عندي اي مشكلة لو كان الاسم طويل عدد الموظفين. طيب، عندي مثلا انتجر اكس وانتجر اكس، راح يعطيني الكومبايلر خطأ لانه احنا سميناه ايدنتيفاير، ما بصير يتكرر مثل رقم الهويه، ما بيتكرر، فمشان هيك احنا سميناه ايدنتيفاير، هو معرف. الاكس عباره عن معرف. طب، حلها بسيط جدا، حط لي الاكس كابيتال، تمام، يفضل انك تسمي المتغيرات باسماء تدل على فائدتها. مثلا بدك تستخدم متغير تخزن فيه العمر، عادي سميه انتجر ايج مثلا، حتى انت نفسك تعرف شو الفائدة من المتغير. مثلا انتجر number of student، لاحظ انا بنهي بكل اسم متغير سيمي كولون. لاحظ اول حرف من كل كلمة كابيتال ما عدا الكلمة الاولى، يعني اول حرف الاو كابيتال، الاس كابيتال، ما عدا الكلمة الاولى، غير اجباري طبعا، بس حتى تعرف تقرأه بشكل افضل لو كان اسم متغير طويل. طيب،
نبدأ ب مثلا لو انشأنا انتجر x وعطينا x equal 10، معناها انك انت انشأت متغير اسمه x ووضعت فيه بالx قيمة 10. طيب انتجر y، انتجر u مثلا، u تساوي 6. نفس المعنى، انت انشأت متغير اليو، واليو الان قيمتها عملية ديكليريشن اعطيتها قيمة وهي 6. طبعا الكومبايلر بس بنفذ بالتسلسل، يعني بالتسلسل المنطقي، تمام؟ فبشكل منطقي ما بنفع تعطي قيمة، مثلا تعطيني مثلا زد ايكوال 15، تمام؟ بعدين تعطيني انتجر زد، الكومبايلر راح يعطيني عليها خطأ، بيحكي لي انه زد وين تعريفها. فبشكل منطقي لازم اول اشي تعرف المتغير بعدين تعطيه قيمة. ممكن انه ننشأ متغير ونوضع فيه قيمة بنفس السطر، اكيد، مثلا انتجر كيو ايكوال 15، احنا هيك عرفنا المتغير ووضعنا فيه قيمة بنفس السطر. هي نفسها لو وضعناها انتجر q، تمام، و q تساوي 15، نفس السطر. طبعا اعطاني خطأ لانه عرفنا متغيرين بنفس الاسم. طيب اذا بيكون متغيرات من نفس النوع، انت بامكانك في سطر واحد تعرف المتغيرات. كيف يعني؟ يعني كل المتغيرات عندي من نوع انتجر مثلا، فبامكاني اختصر خطوات، اعطيه مثلا q فاصلة W فاصلة E، زي هيك. احنا عرفنا الان متغيرات من نوع انتجر، كلهم من نوع انتجر. طيب ناخذ مثال للتوضيح اكثر. عندي مثلا انتجر x، x بتساوي 3 و x بتساوي 7. طيب كم قيمة x الآن؟ قيمة x الآن هي 7. طيب ممكن تحكول انه مثلا ما ممكن اعرف المتغير انت عرفته مرتين. لا، انا حكيت لكم انه ما بنفع تعرف نفس المتغير مرتين، لكن المتغير نفسه بامكانك تستخدمه في اي وقت. يعني اللي ما بنفع مثلا زي هيك انتجر x راح يعطيني عليها خطأ، هي error، بس انك تستخدم متغير وتعرفه، ما هو اسمه متغير، يعني انت حتى ظلك تغير على قيمته، فعادي. انا اول مرة اعطيته قيمة 3. نتعرف على امر الطباعة، وعبارة عن system.out.println، تمام، بدي اطبع الاكس، تمام، نعمل عليها كومنت شوي، تمام، نطبع الاكس، لازم نعمل سيف كنترول سي اس، نطبع الاكس، راح يعطيني عليها 3. طيب لو اخذنا system.out.println وضعناها ونطبع قيمة الاكس كمان، نعمل سيف ونشوف الرد، راح يعطيني عليها 3 و7. system.out.println كانت اول قيمة الاكس 3، الان تعدلت قيمة الاكس صارت 7، وحكت له اطبع لي قيمة الاكس، فهو راح على الميموري غير قيمة الاكس عدلها ل7. هذا دليل انه الكومبايلر بنفذ بيمشي بالترتيب المنطقي بالتسلسل. ان شاء الله الدرس يكون سهل بالنسبة لكم، ويعطيكم الف عافية، نلقاكم ان شاء الله بالدرس القادم.